جديدة وطرح في مشروع جديد من قبل بيبي نتنياهو، وهو مشروع قانون تخفيض نسبة الحسم في الانتخابات القادمة. ولكن هل هذه الفكرة تعزز وتهيمن اليمين الإسرائيلي على المشهد السياسي والحزبي؟ بهذا الموضوع أنتقل إلى مقال اليوم للحديث عن موضوع تخفيض نسبة الحسم. القائمة المشتركة تتحدى نسبة الحسم المقترحة بقلم هاني حبيب نشرة في موقع بكرة. للمرة الثانية خلال عام واحد يطرح رئيس الحكومة الإسرائيلية فكرة مشروع قانون لتخفيض نسبة الحسم في الانتخابات البرلمانية القادمة. في تشرين الأول 2017 بادر داعيا العودة إلى النسبة الحاسمة إلى ما قبل انتخابات 2015 أي 2%، الأمر الذي من شأنه زيادة عدد أحزاب اليمين في الكنيسة وتشجيع كتل القائمة العربية المشتركة للانسلاخ عنها والتقدم للانتخابات في قوائم حزبية منفصلة، ما يؤدي إلى تشرذمها من ناحية وتناقص أعداد ممثليها في الكنيسة من ناحية أخرى، علما أن رفع نسبة الحسم في السابق كانت تهدف إلى تراجع التمثيل العربي في الكنيسة، وكان رد الأحزاب العربية بالتوحد في مواجهة هذه الخطة، وخاضت الانتخابات موحدة للمرة الأولى وأفشلت المسعى اليميني الذي استهدف وحدة التمثيل العربي في البرلمان الإسرائيلي. قبل أيام عاد رئيس الحكومة نتنياهو لإنعاش هذه الفكرة من جديد لخفض نسبة الحسم بنصف المئة. المعلقون الإسرائيليون وجدوا في هذه الفكرة استهدافاً من قبل حزب الليكود لتعزيز هيمنة اليمين على المشهد السياسي والحزبي، كونها ستؤدي إلى ارتفاع تمثيل الأحزاب اليمينية الصغيرة الداعمة لليمين الليكودي، ما يؤدي إلى هيمنة مطلقة لقوى اليمين في أي حكومة قادمة، كون ذلك سيكون على حساب التوازن الحالي نظراً لنفوذ الأحزاب الليبرالية كحزب ليبرمان. ورغم أن الليكود نجح خلال الأيام القليلة الماضية في صنع قانون قومية وإضعاف المحكمة العليا بعدما نجح في الحد من سطوة الإعلام الحكومي في ظل التوازن الحزبي الحالي، إلا أن مطالبة بعض القوى الليبرالية لتعديل قانون القومية إثر ردود الفعل على هذا القانون، رغم ذلك فإن الليكود ربما يسعى إلى توازن جديد لا يقبل بأي معارضة لاستهدافاته اللاحقة من خلال زيادة نفوذ اليمين بشكل مطلق والانتقال من سيطرة اليمين إلى هيمنته على الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية، وذلك حسب دكتور مهند مصطفى. تنطلق رؤية نتنياهو فيما يتعلق بخفض نسبة الحسم من ناحية لمنح فرصة لفوز أحزاب اليمين الصغيرة، ومن ناحية ثانية إن رفع نسبة الحسم أدت إلى ظهور القائمة المشتركة عندما تحدت الأحزاب العربية هذه الفكرة من خلال توحدها في قائمة واحدة. يعتقد نتنياهو أنه هو ومن خلال رفع نسبة الحسم مكن الأحزاب الدينية من التوحد، وأن عليه الآن اللعب على الخلافات في إطار القائمة المشتركة للانقسام من جديد على ضوء إعادة الأمور إلى الوراء، ما يفتح المجال أمام تطلعات بعض الأحزاب العربية إلى الانفصال عن القائمة المشتركة التي باتت القائمة الثالثة من حيث مقعدها في الكنيسة. بعدما خاضت الانتخابات في قائمة موحدة من خلال الأحزاب التجمع والجبهة والحركة العربية للتغيير والقائمة الموحدة في انتخابات عام 2015 تحت اسم القائمة المشتركة، وفازت ب 13 مقعداً مقارنة بالمقاعد 12 التي كانت لها مجتمعة في الانتخابات السابقة. وفي خطوة مشابهة انضم حزب تسيبي ليفني بضم حزبها هتنعاء إلى حزب العمل في تشكيل المعسكر الصهيوني والفوز ب 24 مقعداً، وثاني أكبر الأحزاب والحزب الأول في قيادة المعارضة، كما زادت مقاعد ميرتس مقعداً واحداً 5 بدلاً من 4 بعدما تم تحويل الأصوات التي نالها حزب يحد دون الوصول إلى نسبة الحسم إلى ميرتس، أي أن حزب اليسار فاز وزادت مقاعد بأصوات اليمين، وهي إحدى مفارقات رفع نسبة الحسم في الانتخابات السابقة. وفي كل الأحوال لن تجد فكرة نتنياهو طريقها إلى التشريع بالنظر إلى رفض بعض الأحزاب اليمينية المنافسة لأحزاب يمينية صغيرة، إضافة إلى رفع حزب ليبرمان الذي كان وراء اقتراح رفع نسبة الحسم في الانتخابات السابقة. إذا مشاهدينا كان هذا مقالا يشير إلى التحدي الجديد أمام القائمة المشتركة، والحديث عن هذا الموضوع أستضيف معي عبر خط الهاتف دكتور مهند مصطفى مدير مدى الكرم للأبحاث. أهلا بك أستاذ مهند. صباح الخير. صباح النور دكتور مهند. رأينا أن بيبي نتنياهو يعرض فكرة جديدة لقانون تخفيض نسبة الحسم، ما هو مدى التحدي الذي سيتواجهه القائمة المشتركة في الأيام القريبة القادمة؟ نعم، اقتراح نتنياهو هو يهدف بالأساس إلى زيادة عدد تمثيل الأحزاب اليمينية في الكنيسة القادمة،
وطبعا في حالة انه تم الموافقة على هذا الاقتراح، وطبعا حتى هذه اللحظة لم يتم اقرار هذا الاقتراح، ولكن في حالة تم الموافقة عليه فان نتنياهو يتوقع ان تضاف الى معسكر اليمين ما بين 4 إلى 5 مقاعد التي خسرها اليمين في الانتخابات السابقة بسبب رفع نسبة الحسم، بمعنى ان نتنياهو لا يهدف من هذا القانون الى تفكيك القائمة المشتركة. على فكرة هو يهدف من هذا القانون إلى زيادة نسبة تمثيل اليمين في الكنيست لكي يكون عنده أكثر حرية في بناء الائتلاف الحكومي اليميني الطبيعي الخاص به. الآن ذلك طبعا سينعكس على القائمة المشتركة، والآن هذا الأمر سينعكس بطريقة كيف ستتعامل القائمة المشتركة مع هذا الواقع. هل طبعا أنا يعني كان عندي قناعة منذ تأسيس القائمة المشتركة على عكس كثير من الخطابات التي خرجت من داخل القائمة، أن القائمة هي كانت نتاج رفع نسبة الحسم. نعم. هي لم تكن نتاج تطور طبيعي أو تطور سياسي أو قناعات سياسية عند مركباتها. نعم. ارتفاع نسبة الحسم هو الذي أدى إلى تشكيل القائمة المشتركة. الآن القائمة المشتركة أمامها فرصة تاريخية أن تقول أنه رغم خفض نسبة الحسم نحن نريد أن نكمل مع بعضنا البعض. إذا القائمة المشتركة تفككت بسبب انخفاض نسبة الحسم، أنا في اعتقادي أنها ستفقد الكثير من مصداقية مركباتها. هل ممكن أن تكون هذه فرصة ونية لنتنياهو في تفكك القائمة المشتركة وانسلاخ بعض الأحزاب العربية عن القائمة المشتركة وزيادة الخلافات؟ نعم، ولكن نتنياهو لا يفكر بذلك، لأنه تفكيك القائمة المشتركة لا يعني تقليل التمثيل العربي. هل هذا سيحافظ رغم تخفيض نسبة الحسم دكتور مهند، هل هذا سيبقى يحافظ على القائمة المشتركة ب 13 مقعد أو زيادة مقاعد أخرى؟ لا، يعني ما أود أن أقوله أن القضية ليست التمثيل، القضية هي قضية القائمة المشتركة، بمعنى أنه حتى لو القائمة المشتركة تم تفكيكها هذا لا يعني أو ليس بالضرورة أن التمثيل العربي سوف يتراجع. يعني معنى أن التمثيل العربي قبل القائمة المشتركة كان 11 مقعدان، والتمثيل زاد مع القائمة المشتركة مقعدين. نعم. الآن حتى لو القائمة العربية تم تفكيكها نفترض إلى قائمتين. نعم. بدل قائمة واحدة، هذا لا يعني أنه التمثيل العربي في الكنيسة سوف يتراجع، يعني قد تأخذ كل قائمة 6 مقاعد. نعم. ولكن التمثيل بيكون 12، يعني أقل مقعد واحد فقط. أنا في اعتقادي المسألة ليست مسألة التمثيل، المسألة مسألة صورة القائمة المشتركة في داخل المجتمع العربي. نعم. بمعنى أنه إذا تم تفكيك القائمة المشتركة بناء على كرد فعل على سياسات إسرائيلية، هذا يعني يفقد القائمة الكثير من مصداقيتها، وهذا يؤكد أن الوحدة كانت أو القائمة كانت بال 2015 كانت مجرد رد فعل على قانون إسرائيلي، والآن هي يتم تفكيكها كمان رد فعل على قانون إسرائيلي. معنى أن القائمة المشتركة أو الأحزاب تتحرك بناء على ردود فعل ما تقوم به إسرائيل. نعم. وهذا يفقدها الكثير من مصداقيتها. لهذا السبب أنا يعني أقول أن القضية ليست قضية التمثيل، القضية قضية صورة القائمة ومصداقيتها أمام الجمهور العربي. بمعنى أنه إذا تم إقرار خفض نسبة الحسم كما يقترح نتنياهو وهذا يؤدي إلى تفكيك القائمة المشتركة، أنا في اعتقادي أن القائمة المشتركة سوف تفقد مصداقيتها أمام الجمهور. لا سبب تحديها أن تحافظ على ذاتها كقائمة مشتركة حتى لو تم خفض نسبة الحسم. هذا التحدي المركزي. التحدي المركزي أن هذا الإغراء الذي سيكون بخفض نسبة التصويت، رغم ذلك أن تبقى مركبات القائمة المشتركة محافظة على وحدتها وعلى القائمة المشتركة، وهذا في اعتقادي سوف يزيد من مصداقيتها وسوف يعني يغطي على الكثير من إخفاقاتها في السنوات السابقة. نعم، دكتور مهند مصطفى، الأحزاب الباقية في الكنيسة مثل الأحزاب الدينية أو أحزاب اليمين الصغيرة ترفض نوعا ما هذا القرار، كيف ممكن يؤثر هذا إيجابيا على القائمة المشتركة أو سلبا على القائمة المشتركة أو على النتائج الانتخابات القريبة القادمة؟ لا، يعني هو النقاش في داخل اليمين حول هذا الموضوع هو نقاش صراعات قوى. نعم. وليس يعني كما هو ليس له علاقة في القائمة المشتركة. نعم. هو صراعات قوى في داخل اليمين، بمعنى خذي مثلا أعطيك مثال حركة شاس. حركة شاس هي معارضة
لاقتراح نتنياهو. نعم. لأنها تخشى أن انخفاض نسبة الحسم سوف يؤدي إلى صعود حزب إيليا شاي. إيليا شاي هو كان في شاس وانشق عن شاس وأقام حزب جديد اسمه عتما يهوديت، وهذا الحزب هو حزب يتنافس مع شاس، كما أن هناك تنافس شخصي ما بين درعي وبين إيليا شاي. فدرعي يعتقد أن خفض نسبة الحسم سيؤدي إلى إدخال هذا الحزب إلى الكنيسة، وهو يريد أن يبقي نسبة الحسم مرتفعة حتى لا يدخل هذا الحزب إلى الكنيسة. معنى هناك في صراعات داخلية في داخل اليمين حول من سيمثل اليمين في داخل الكنيسة. نعم. ولهذا السبب انخفاض نسبة الحسم يعني، وهذا ما يراهن عليه نتنياهو، سيؤدي إلى صعود عدد أعضاء أو صعود تمثيل اليمين في الكنيسة على حساب المعارضة الإسرائيلية، يعني على حساب على حساب التمثيل العربي، على حساب التمثيل المعارضة الإسرائيلية من أحزاب الوسط ومن أحزاب اليسار الصهيوني وما إلى ذلك. وهذا يعني يؤدي إلى إضعاف قوتهم وإلى تعزيز قوة اليمين، لأنه في الانتخابات عام 2015 كان هنالك في مجموعة من الأحزاب اليمينية التي لم تدخل إلى الكنيسة وكانت على يعني على نقطة الدخول، ولكن لم تتمكن من عبور نسبة الحسم بسبب رفع نسبة الحسم. ونتنياهو يعتقد أن اليمين قد يربح على الأقل 4 إلى 5 مقاعد جديدة على حساب المعارضة الإسرائيلية وعلى حساب التمثيل العربي إذا هو خفض نسبة الحسم. لهذا السبب نتنياهو يفكر في هذا الموضوع. ولكن نتنياهو تحديه وليس من المعارضة، تحديه هو من داخل الائتلاف الحكومي نفسه الذين يعارضون ذلك. يعني ليبرمان يعارض ذلك لأنه هو صاحب الفكرة الأولى، وشاس تعارض ذلك لأنها تخشى دخول أحزاب يمينية منافسة لها، وبنت يعارض ذلك يعني حزب البيت اليهودي يعارض ذلك لأن ذلك لأنه يعتقد أن ذلك سوف يكون على حسابه. فلهذا المعارضة هي معارضة من داخل اليمين بالذات وليس معارضة من خارج اليمين. هل سوف يتم تشريع هذا القانون؟ هو اقتراح قانون أيضا. وهل دعنا نربط هذا الموضوع بموضوع قانون القومية، هل هذا امتداد لتعزيز قانون القومية وعدم التصدي لقانون القومية، وكأنه إشارة وعلامة سؤال وضوء أحمر أمام العرب أو الأقلية الفلسطينية في الداخل أن إلى جانب قانون القومية هناك قوانين أخرى مثل تخفيض نسبة الحسم، هل سيتم تشريع هذا القانون؟ طبعا الاشي يعني غير مستبعد، يعني قد يكون قد يكون لا، هذا اشي يتعلق يعني بقدرة نتنياهو على اقناع احزاب الائتلاف الحكومي. ولكن انا يعني لا اربط ذلك كثيرا بقانون القومية، هو هذا الامر مرتبط يعني، هون ممكن اربط قانون القومية بشكل يعني غير مباشر. مش بشكل مباشر يعني هذا يرتبط بمسعى نتنياهو الى تعزيز حكمه في السلطة وتعزيز هيمنته على إسرائيل. وهو بمعنى أنه نتنياهو بهذه الفترة بآخر فترة اعتمد كثيرا على حلفاء الطبيعيين كما هو أسماهم. ولكن يريد أيضا أن يوسع مساحة حلفاء الطبيعيين، يعني هو لا يريد أن يبقى فقط متعلق في الحريديم أو متعلق في بيت اليهودي أو في ليبرمان أو في شاس أو في حزب كولانو تاع كحلون. ويريد أن يوسع مساحة حلفائه، يريد أن يدخل أحزاب جديدة من داخل اليمين إلى الكنيسة لكي تكون إمكانية مناورته السياسية أكبر مما هي الآن. وأيضا لكي يوسع حكومته لكي تكون بدأ أن تكون 65 مقعد، وهي حكومة يعني يبقى رئيس الحكومة فيها متعلق بمركبات الحكومة وأكثر تابع لهم، ويريد أن يوسع هذه الحكومة لتشمل مثلا 70 مقعد، ولكن 70 مقعد تكون كلها من اليمين. يعني نتنياهو الآن لا يفكر بأي تحالف من خارج اليمين، ولأنه لا يفكر بأي تحالف من خارج اليمين هو يريد أن يوسع تمثيل اليمين. وتوسيع تمثيل اليمين هو يتم من خلال خفض نسبة الحسم. لهذا هذا ممكن نربطه مع قانون القومية من خلال أن هذا مسعى جديد إلى تعزيز هيمنة اليمين وسلطته وحكمه بشكل عام، ونتنياهو بشكل خاص على المشهد السياسي الإسرائيلي. يعني بدل الآن تكون وكأنه التوازن هو بين 65 مقعد لليمين مقابل يعني
55 مقعد لباقي الأحزاب الأخرى اللي هي في المعارضة. نعم. سيكون التمثيل 70 مقعد لليمين و70 مقعد لليمين و50 مقعد لباقي أحزاب، يعني إضعاف المعارضة. هذا هو هدف نتنياهو، تعزيز حكمه وتعزيز سيطرته ليس فقط على يعني على كل المشهد السياسي في إسرائيل، وأيضا تعزيز حكمه وسيطرته على اليمين الإسرائيلي أيضا. نعم دكتور مهند مصطفى مدير متى الكرمل، شكرا لك للمشاركة في برنامج متر الصحافة للتوضيح.